الفنانة منة عرفة شاركت في فيلم مطب صناعي، وشاركت كمان في راجل وست ستات، وفي أعمال كتيرة وهي صغيرة. عمرها دلوقتي 24 سنة، لأنها من مواليد سنة 1999. منة هي ابنة الفنان المخرج شريف عرفة، وما زالت حتى الآن مستمرة في الفن. معانا أيضا الطفل نهاد نور، شاهدناه كلنا في فيلم زكي شان مع أحمد حلمي وياسمين عبد العزيز. ظهر الآن عمره 26 سنة، لأنه من مواليد سنة 1997. كمان الطفل الأشهر هادي خفاجة، أخو شادي خفاجة، شارك في مسلسل الحاج متولي. ظهر هادي وهو بلوك مختلف وعمره الآن 28 سنة، لأنه من مواليد سنة 1995. معانا الطفل اللي شارك محمد هنيدي في فيلم عندليب الدقي، اسمه علاء عمرو، شارك في فيلم عندليب الدقي، كان عمره وقتها حوالي 6 سنوات، ظهر بلوك مختلف وشكل مختلف، عمره دلوقتي 25 سنة، لأنه من مواليد سنة 1998. معانا الفنان أحمد داش، كان عمره 13 سنة، شارك في فيلم لا مؤاخذة، استمر في طريق الفن ودلوقتي عمره 23 سنة، لأنه من مواليد سنة 2000. أشهر أدواره في مسلسل سابع جار، وما زال إلى الآن في الحقل الفني.